عايز اكلمك عن تفاصيل بقى الماتش واحداث الماتش. انت عارف المدير الفني بيبقى يعني نوعيات، في مدير فني دايما تلاقيه على الخطوط متعصب، شد اللعيبه، بيزعق، بيقعد يعترض على التحكيم، بيقعد مش عارف ايه. لو انت خدت بالك في ضربه الجزاء اللي اتحسبت على نادي الزمالك في عز ما اللعيبه كلها كانت متعصبه وكان كله متنشن، وحتى بعض الناس من الجهاز الفني، الراجل كان واقف هادي جدا وبيتكلم مع كل لعيب، مع يعني كل لعيب جاب، كل لعيب جاب زيزو، جاب جزيري، جاب حمزه، اتكلم مع كل لعيب لوحده كده لمده يعني دقيقه او دقيقه ونص. ده يبين لك ان المدير الفني عنده هدوء، مجهز نفسه نفسيا كمان للمباراه، مجهز نفسه لسيناريوهات المباراه، ويمكن ده اللي نقله للعيبه. طيب هو اكتر ما اقول لك ان هدوء جوميز كان هدوء عالي جدا، تركيزه كان عالي قوي، هو كان مركز في الماتش كمان اكتر من اللعيبه. فحالة التركيز يعني النقطة دي ما أثرتش؟ طبعا حالة التركيز بتاع المدير الفني أو حالة الهدوء بتعكس الانطواء، الحالة الفنية للعيبة في الملعب، فبتعكس حالة المدير الفني بتعكسها على اللعيبة في الملعب. لأن أنت لو مدير فني مشدود ومتعصب وبتزعق من بره، لعيبتك هتبقى مشدودة في الماتش طول اللقاء. هدوءه، هدوء وتركيزه في الماتش والثبات الانفعالي اللي عنده خلى اللعيبه حتى بعد الاعتراض على ضربه الجزاء، او انا قريت تصريح للكابتن عبد الواحد، هو الناس يقول لك الزمالك هينسحب، الزمالك ما كانش هينسحب، قال لك انا كنت بهدي اللعيبه، في بعض اللعيبه اتشدد في اللقاء، اجمع انا ليا تلت ساعه لحد ما الحكم يصفر ولا لا ولا لا، فهدى اللعيبه خالص. حاله جوميز الفنيه حالته النهارده هدوءه واعصابه والتركيز بتاعه جدا خلى اللعيبه ترجع للقاء احسن من الاول. انت كنت شايف اساسا بالنسبه لك لعيب سابق في نادي الزمالك او دلوقتي مدرب ان الماتشات الكبيره بيبقى التجهيز النفسي والمعنوي اهم من الفني؟ طبعا طبعا. انا قلت لحضرتك حاجه في الاول خالص، التحضير للقاء كان تحضيره عالي جدا، تحضير الفرق بين كولر والتحضير للفرق بين جوميز، تحضير جوميز كان اعلى، تحضير كولر كان داخل واثق كده كده هيكسب، فبالنسبه له الموضوع عادي، فبالنسبه له في الزمالك انا ماشي وحالتي الفنيه كويسه وبادي كويس قوي. لكن جوميز حضر بشكل كويس قوي للقاء، جهز لعبته كويس نفسيا وفنيا، والناس كانت بتقول لك بدنيا الزمالك كان واقف على رجله كويس قوي لحد الدقيقه 76. انت بتلعب بص باقصى قوه عندك لحد التغييرات اللي عملها جوميز اللي فرقت مع نادي الزمالك، فرقت في الحاله الفنيه بتاعت لعيبه الزمالك. التغييرات النهارده هو بيغير، مش بيغير عشوائي، هو بيغير الاستنزف القوه البدنيه لعيبه النادي الاهلي في نص الملعب في مدافعينهم لحد ما خلاص، يعني بدليل ان هو الراجل النهارده كولر راح مغير لك حسين الشحات وبرستاو ونزل مغير، خلاص مش قادرين، مش قادرين ايه. لا والناحيه الثانيه انت مستر جوميز بيعمل تغييرات مؤثره، ما انا بقول لك بتغير نتيجه الماتش دايما. وانت بتقول اتعب الكوره، اتعب الكوره، لعيبه الزمالك تعبت الكوره وتعبت لعيبه الاهلي بالباص، لعيبه الاهلي بقى في حاله دفاعيه على طول، هو عايز يستخلص الكوره منك عشان يلعب على مرتدات، فهو مش عارف يستخلص الكوره بسهوله. انا قلت لك في حلقه قبل كده ان بعض النقاد او الرياضيين اللي كانوا بيتكلموا في الحلقات الفنيه قال لك عشان تصعبها على الزمالك استخلص منه الكوره، فانت مش عارف تستخلص الكوره من لعيبه الزمالك. فدي ميزه ان هو حاطط لك لعيبه كوره كمان، يعني عبد الله وزيزو وشلبي وناصر وتحتهم دونجا، دونجا كان عليه حمل عالي جدا وعبء عالي جدا في الناحيه الدفاعيه، هو يلم تحت الناس دي كلها في نص الملعب. بس هو بصراحه كان راجل وادى بشكل عالي جدا، عمل بصراحه مباراة جدا. عمل مباراه هايله، قدم عليه وزياده كمان. زيزو شفت تحرر شويه الشوط الثاني؟ زيزو تحرر الشوط الثاني، كان عليه رقابه، كان عليه رقابه عليه جدا. خليني اقول لك ان احنا لو قلنا التشكيل من بدايه اللقاء لما كنا بنشتغل بعواد، عودة حميد العواد طبعا. انا عايز اكلمك عن النقطه دي، بس خليني في الاول نقطه زيزو. طيب خليني اقول لك ايه اللي فرق زيزو الشوط الثاني عن الشوط الاول. هقول لك التحول بتاع زيزو في الشوط الثاني، الشوط الاول بالك ان الشوط الاولاني انت بيلعب عليه باك ليفت بتاعهم وبعد كده برستاو، اوكي، وبيلعب في ظهر عمر جابر، مروان عطيه كمان بيرجع بيروح يعني هو ما بياخد الكوره الثلاثه من الاهلي كانوا على زيزو، مروان كان بيقفل عندك في نص الملعب، مروان عطيه عليه والباك ليفت عطيه الله كان بيقفل عليه، تعالى بقى خد بقى ثاني عشان عمر جابر يطلع يساعده، كنا بنتضرب او هتلاقي في ظهر عمر جابر من الشحات او من مشرف، فكان كان عمر جابر واقف صحيح، فكان زيزو بيشتغل لوحده فمش قادر يروح ولا يرجع. بدليل هو الراجل عمل حاجه حلوه قوي لما خرج عبد الله السعيد، خرج الشحات وخرج امام عاشور وخرج، على فكره هو شال الهيدك والضغط النفسي على لعيبه الزمالك، هو كان فاكر هو كده بينشط الناحيه الهجوميه عنده في النادي الاهلي، بالعكس ده هو خلص على النادي الاهلي وهو من غير ما يعرف، لان هو النهارده تركيزه في اللقاء مش شايف، هو كده كده واثق في المكسب، واثق هيكسب في وقت، فالثقه الزايده عن اللزوم بتقلل الغرور وبتقلل لحد ايه؟ بتخلص على لعيبتك. النهارده لو انت محضر ومجهز وعامل قيمه لنادي الزمالك ومحضر لنادي الزمالك وعامل، كنت هتعمل ماتش كويس قوي مع الزمالك، انما انت كان متشرق معاك الماتش. عكس جوميز بقى قيمه نادي الزمالك دايما كده كده موجوده وهتظل ومعروفه للجميع، لكن هي قصه الثقه الزايده. عكس جوميز بقى قصه عدم التحضير للماتش زي ما انت بتقول، تحضيره حضر الماتش كويس قوي، شغل لعيبته كويس قوي، تحرر زيزو في الشوط الثاني لان زيزو كان بيشتغل على اللاين على طول، بدا يشتغل يخش لجوه ويشتغل، ودي لما زيزو بيدخل يشتغل في جوه في عمق الملعب بيتحرر كويس قوي وبيشتغل بشكل عالي جدا، لان انت لما بتقفل اللاين او تشتغل على اللاين بس زي شلبي لما بيشتغل على اللاين لو ما دخلش جوه ما بيعرفش يشتغل. صحيح تمام. زيزو لما بدا الشوط الثاني يتحرر، انت بتقول ايه المحاضره اللي كانت بين الشوطين
كانت محاضره نقله فنيه عاليه جدا ونقله لعبتنا الزمالك قبل. خلاص بقى ننسى الشوط الاول، احنا خلاص قفلنا، نازلين ماتش جديد، نلعب ماتش جديد. انا قدامي 45 دقيقه او 50 دقيقه بالوقت الضايع، ماتش جديد عالي جدا. اشتغل وشال، وفعلا ده اللي انتج عليه هدف التعادل والثقه الزايده لحد الدقيقه 95. انت مسيطر على اللقاء بالاستحواذ والتحرك والشغل. لعيبه الزمالك كانوا بيلاقوا حتى الهدف اللي دخل فيك ضربه جزاء، كانوا بيلاقوا بعض كويس قوي. لعيبه الزمالك كانوا بيلاقوا بعض كويس قوي، بيقربوا من بعض كويس قوي، ما كانش بيفقد البص باص كتير جدا. كنت تلاقي لو انت نسبه الاستحواذ 58%، وكمان في حاجه ثانيه، الميس باص ما كانش فيه كتير في الزمالك قوي، قليل قوي لما تلاقي فيه ميس باص. لا، وزي ما حضرتك بتتكلم على مساله تقارب الخطوط، الضغط، اللعيبه كلها فاهمه بعض، اللعيبه كلها قريبه من بعض. حتى زي ما انت شفت في كوره، في يعني كور كان ثلاثه من لعيبه الزمالك بتضغط. ده الطريقه اللي هو بيشتغل عليها. يعني في ضغط جماعي مش ضغط كمان فردي. تمام، مش تحليق بلغه الكوره زي ما انت عارف. خليني اقول لك ان في حاجه اسمها الهجوم المعاكس. الهجوم المعاكس لما انت بتفقد الكوره بتلحق تهاجم على الخصم عشان تقطع الكوره وترجع بقى تاني. القوه البدنيه وانهم واقفين على رجلهم، كانوا بيشتغلوا كويس قوي، واقفين على رجلهم كويس قوي. زي ما انت قلت، ما كانش في حاجه اسمها ضغط فردي. في ضغط فردي بيبقى في ضغط فردي حسب البوزيشن اللي بتشتغل فيه، في ضغط جماعي عشان نغطي على بعض بشكل كويس قوي. فكان الزمالك بيعمل لما تكون هجمه علينا من ناحيه عمر جابر او من ناحيه بن طيب، كان بيعمل ضغط جماعي في الثلاثه وفي نص الملعب، بيعملوا ضغط يجيبوها كويس ده قوي. كله يعني يبقى تحت بند الاعداد النفسي والزي اللي حضرتك اتكلمت عليه. طيب